الرحمن الرحيم، مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله اشرح لكم عن الثلاجات اللي هي الاندست والاريستون اللي هي الكومبي. طبعا ثلاجات اريستون والاندست حاجات من الحاجات المحترمه جدا والحاجات النظيفه جدا. الثلاجتين اللي قدامنا دي اللي هي النظام الكومبي، معظم الشركات النهارده او معظم الثلاجات او الثلاجات اللي هي عملت الكومبي كانت البيكو. الشركات كلها النهارده طلعت اللي هي الثلاجات الكومبي. عندنا الاندست طلع الكومبي، اريستون طلع الكومبي، عندنا بوش كومبي، شارب طبعا لسه منزله موديلات الشهر اللي فات اللي هي الكومبي. في عندي على القناه الفيديو بتاع الثلاجه بتاعتها اللي هي الكومبي اللي هي الكبيره، وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني عن الثلاجه الصغيره بتاعتها. الثلاجتين اللي قدامنا دول بيكونوا مستوردين، ده التقفيل بتاعهم هنا بيكون مصري، الضمان بتاعهم بيكون الضمان بتاعها بيكون 5 سنين. نبدأ كده نفتح التلاجة الاندست، نبص عليها ونبص على الموديل بتاعها. ده الموديل بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. السعة اللترية بتاعتها بتكون 347 لتر، بيتقال عليها 12 قدم. طبعا التلاجة دي الموتور بتاعها بيكون انفرتر، بيوفر معانا في الكهرباء. ده الموديل بتاعها، واللون بتاعها بيكون اللون الاسود. نبدأ نفتح كده التلاجة من جوه، نبص عليها. عندنا هنا الباب، هنا اهوت ده الرفين، هنا اهوت بتوع الباب. الباب بيكون فيه 3 رفوف، الرف اللي تحت ده هو بتاع ازاز الميه، وعندنا هنا الرفين بتوعنا لأي استخدام تاني، بقدر ان انا برضو انقلهم هنا زي ما حضراتكم شايفين. ده هنا الرفوف بتاعتها، ده هنا الرف بتاعها بيكون ازاز بايركس ضد الكسر، هنا بيكون رفين اتنين بس زي ما حضراتكم شايفين. دي المساحة بتاعتها، وعندنا هنا دي اول حاجة الحافظة اللي هي بتبقى تحت الفليزر على طول، دي المكان بتاعها، بيبقى فوق درج الخضار وده درج الخضار بتاعنا. عندنا هنا دي الترموستات بتاعت التلاجة اللي بقدر اظبط منها درجة حرارة التلاجة بتاعتنا، وعندنا هنا دي الإضاءة الليد بتاعتها، دي اللي هي اللمبة بتاعت التلاجة بتاعتنا. نبدأ نفتح كده من تحت، نبص على الديب فليزر زي ما حضراتكم شايفين. ده شكل الديب فليزر، اهوت نظام ديب فليزر. ده بيكون اول واحد نظام رف، وهنا برضو رف، والتالت هنا بيكون الدرج العادي بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. دي شكلها هنا اهوت. طبعا الترموستات بتاعت التلاجة وبتاعت الفليزر الاتنين بيكونوا في ناحية واحدة زي ما حضراتكم شايفين. دي امكانية التلاجة بالكامل. طبعا اندست الضمان بتاعها بيكون بيتك، ده رقم الصيانة بتاعتها، بيكون الضمان بتاعها 5 سنين. التلاجة ديت عاملة 10500 جنيه، لسه نازلة حديثة، أو بمعنى أصح لسه نازلة جديدة. نفس الإمكانيات بالظبط هنا عندنا في تلاجات أريستون، طبعا نفس الحجم بالظبط، 347 لتر، 12 قدم. برضو الموديل بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. درجة الكفاءة بتاع الكهرباء بتاعتها بتكون ايه، طبعا دي برضو بتكون موفرة للكهرباء. اللون بتاعها بيكون اللي هو اللون الاستانلس. ده شكل الباب هنا اهوت من جوه. دي الترموستات بتاعتنا اهيت، ده زرار القفل والتشغيل بتاعها، وده بتاع التزويد وتنقيص درجات الحرارة. ده شكل الإضاءة اللي قدامنا اللي هي اللمبة بتاعتها بتكون في نفس الشكل بالظبط. هما التلاجتين بيعتبر هما الاتنين تقفيل واحد وماركة واحدة، بس بيختلف بس من ماركة لماركة، اللي هي اندستو واريستون، او بمعنى اصح اسم شركة واسم شركة، لكن الاتنين ماركة واحدة شكل واحد. هنا بيزيد بس في الاريستون الرف اللي هو المعدن دوت، ده بيكون بتاع ازاز المية، بقدر احط فيه ازاز المية، ازاز عصير زي ما حضراتكم شايفين. ده الشكل بتاعه. وعندنا هنا برضو نفس النظام، الديب فليزر من تحت. معظم الشركات كلها بقت بتعمل التلاجات الكومبي ديت ان هي بتكون بتوفر معانا ان انا اشتري ديب فليزر، بيديني حاجتين بالظبط، بيديني تلاجة وديب فليزر في نفس الوقت، ما بياخدش معايا مساحة، ما بياخدش معايا مساحة في قلب المكان بتاع الشقة، وبقدر ان انا اوفر فلوس برضو ان انا اشتري حاجتين، وفي نفس الوقت باخد حجم مناسب، وباخد برضو ديب فليزر احسن من الفليزر العادي. ده كده التلاجتين بكل الامكانيات بتاعتهم. دي سعرها برضو نفس النظام، سعرها بيعمل 10500 زي ما حضراتكم شايفين. التلاجتين دول احدث حاجة نازلة من شركة اريستون وهندست، طبعا الضمان بتاعهم بيكون بيتك. لو في اي استفسار عنهم او اي حاجة عنهم ممكن تسيبها لنا في تعليقات الفيديو واحنا هنرد عليك، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.